فخلينا نروح لكابتن عماد متعب بنفسه هو يقول هذا الكلام، او يعني يقول الكلام اللي هو عايزه، طبعا نائب رئيس رابطه الانديه المحترفه. كابتن عماد ازي حضرتك؟ بتسلم. الاخبار ازي حضرتك عامل ايه؟ معلش انا يعني انا ساكت على الموضوع ده بقالي 3 ايام ولا 4 ايام، لانه انا الحقيقه ما تصورتش، ولكن لما لقيتك امبارح او اول امبارح اتكلمت مع كابتن سيف زاهر وقلت او شرحت الموضوع بشكل رائع الحقيقه، ان هناك البعض بيحاول ان هو يعمل وقيعه ما بين كابتن عماد متعب وجمهور النادي الاهلي، فاضطريت ان انا اتكلم، انا اسف جدا يعني. لا لا طبعا يا كابتن. بص، في البدايه اول حاجه انا هعتذر عن التصريح اللي انا قلته عشان ما حدش يزعل مني، انا ما بحبش حد يزعل مني خالص. نعم. اول حاجه، ولو كان ده وقت عصبيه او نربذه فانا بعتذر عليه. محترم طول عمرك. ربنا يخليك يا كابتن اسلام. رقم اتنين، انا ما عنديش مشكله ان اي حد ينتقدنا او اي حد يبقى عنده اعتراض على حاجه بنعملها، لان ما فيش حد فوق النقد. نعم. الفكره كلها ان عندي مشكله في فكره النقد لمجرد الهدم. نعم. النقد لمجرد ان انا ابوظ حاجه بتتعمل هي ممكن تبقى كويس. بس هي دي النقطه الوحيده. النقطه الاهم بالنسبه لي ان في ناس كتير، مش ناس كتير يعني، هو في شخص او شخصين كده نعم. مركزين معايا عايزين يوقعوا بيني وبين جمهور النادي الاهلي. ايوه. مش عارف ليه، او بيني وبين مجلس اداره النادي الاهلي. اولا انا دخلت مع حضرتك على قناه النادي الاهلي، ده رقم واحد. مظبوط. رقم اثنين، انا بمثل النادي الاهلي داخل رابطه الانديه. نعم.